علم الرؤى علم شريف، وهو كما يقال من علوم الأنبياء، وهو من الموضوعات المهمة التي ألفت فيها المؤلفات والكتب ونوقشت في المجالس، وقد اختلف فيها أقوام واتفقوا فيها، ولكل وجهة نظر في ذلك. وهذا كتاب حقيقة نافع ومفيد في علم الرؤى دليل وتعليل، تأليف عامر بن مروان بن ثامر الشمري، تقديم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، وتقديم المعبر الدكتور فهد بن سعود العصيمي من إصدارات دار العداوة للنشر. طبعا تكلم في هذا الكتاب عن أهمية علم الرؤى وعدم التقليل من شأنها، وأيضا تكلم عن أقوال علماء أهل السنة والجماعة في الرؤى، وأيضا تكلم عن أخطاء المعبرين وقواعد مهمة وعامة ومختصرة في الرؤى، وتكلم أيضا عن معاني رموز متفرقة، ثم ذكر في الأخير فتوى محررة لفضيلة الشيخ سعد الخثلان في أخذ الأجرة على الرؤية أو على تفسير الرؤية. طبعا هنا قال في المقدمة، يقول بعد تقديم الشيخين الفاضلين، يقول: وطريقة المتواضعة في هذا الكتاب أن أطرح الرمز الذي يتكرر كثيرا على الناس في عالم الرؤى، ويتكرر على مسامع معبري الرؤى بكثرة، ودونت الغالب والمشتهر منها الرؤى بدليلها الشرعي من القرآن والسنة أو بالتعليل المنطقي حتى يفهم القارئ الكريم أن لهذا العلم دليل وتعليل. أردت أن نذهب إلى الفتوى مباشرة لأنها مفيدة جدا محررة، طبعا بعد الكتاب النافع والعظيم النفع في التكلم عن الرؤى. يقول الشيخ: أخذ الأجر على تعبير الرؤى محل خلاف، الراجح أنه لا يجوز ذلك مطلقا، لأنها بمعنى الفتوى، وعامة الفقهاء على عدم جواز الأجر على الفتوى، ولأن التعبير منفعة غير منضبطة، والأجرة إنما تكون مقابل عمل منفعة معلومة منضبطة، لأن الرؤية جزء من النبوة وتغييرها وتعبيرها متعلق بأمر النبوة، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، والله أعلم. فجزى الله خيرا الشيخ عامر على هذا الكتاب القيم.